رجعنا لكم تاني. موضوع الحول، موضوع الحول مش مشكلة طبية أو تجميلية بس، الموضوع ليه جوانب كتير، مشكلة نفسية، مشكلة اجتماعية، مشكلة مجتمعية. حتى السينما لما جابت موضوع الحول جابته من منطلق الضحك والكوميديا والتنمر. مثلا في فيلم حسن ومرقص المشهد اللي احنا فاكرينه كلنا بتاع أمورة جانيت، كلنا مش هننسى المشهد ده. حقيقة الحول ليه جوانب كتير، منها المشاكل النفسية اللي لازم تتعالج كويس جدا. وحقيقة احنا في عصر الثورة العلمية والجراحية في موضوع الحول، لدرجة ان هو ما بقاش مشكلة، وخصوصا في وجود جيل جديد ومبدع جدا من اطباء الرمد متخصصين بس في مجال الحول، منهم ضيفتنا النهاردة. ضيفتنا النهاردة من الطبيبات التي اثبتنا ان الطبيبة المصرية استطاعت ان تتفوق في كل شيء حتى في مجال الجراحات الدقيقة، واصبحنا مبدعات في مجال جراحات الحول، ويقال عليهم جراحين وجراحين جامدين جدا. ضيفت النهاردة الدكتورة مروة مصطفى، استشاري طب وجراحة العيون والليزك والحول، زميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون والليزك. نورانا، اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك دكتور، شكرا على المقدمة الجميلة دي. خلينا نتكلم في موضوع الحول. انا عايز بس اعرف الناس يعني ايه حول، وامتى اقول الطفل ده احول فعلا ولا لا. تمام، احنا بداية هنوضح ايه هو الحول. هو فسيولوجية العين الطبيعية، المفروض ان الاتنين عين بيبصوا قدام على طول كده في الصورة اللي انا ببص فيها، انا بصت للكاميرا، الاتنين عين يبصوا مع بعض للكاميرا. تمام، الحول هو ان في عين مركزة على الهدف اللي انا ببص عليه، والعين التانية مش مركزة معاها خالص، اما خارجيا او داخليا، وحركتها في اتجاه تاني غير حركة العين. لما بتجيلي ام بطفل او طفلة بتشتكي من ان الطفل ده يا دكتورة العين بتحود، تمام، اول حاجة انا دوري في العيادة ان انا احدد اذا كان الحول ده حول فعلا ولا حول كاذب، لان في فرق شاسع بين الاثنين. انا طيب، اول مره اسمع فعلا لفظ حول كاذب. اه طبعا في حول كاذب، واكثره شيوعا في الاطفال الرضع بتبقى الجزئيه دي عريضه بين العينتين، فالطفل كل ما بيكبر كل ما الحكايه دي بتتحسن. بس انا بحترم جدا الام الذكيه اللي بتيجي في المرحله العمريه دي وتشتكي وتطمن على ابنها او بنتها. اتاكدنا ان هو حول، بنبدا بقى ان احنا نرجع للتاريخ المرضي مع العيانه من اول الحمل، والعيان بيستغربوا جدا وما بيبقوش فاكرين قوي. بنسالها في الحمل هل كان في امراض، في تدخين، في سخونيه، كانت في الولاده عاديه ولا ولاده متعسره، الطفل دخل حضانه، مهم قوي الطفل دخل حضانه وقعد فتره في الحضانه، لان بيبقى في حاجات مختلفه عن الاطفال العاديين. بنفحص الطفل طبعا النظر وفحص الكمبيوتر، وبنحط قطر التوسيع، ولازم نطمن على شبكية العين ان الطفل ده شبكية العين كويسة وحركة عينه كويسة. طبعا دي بالآلات والأجهزة الحديثة بنقدر نعرف من أصغر عمر الطفل لأكبر عمر، أقدر أقيس الحاجات دي في الأطفال. تمام، إيه أسباب بقى الحول بوجه عام وأنواعه وأطفال وكبار؟ موضوع كبير، عايزين حضرتك تلخصه لنا. أنا عايزة أقول إن إحنا بنعالج الحول في الأطفال وفي الكبار كمان، مش بيقتصر علاج الحول على الأطفال بس، واللي كبر ده طالما كبر وعنده حول يبقى خلاص، لأن ده مفهوم خاطئ، برضو بنعالج في الكبار كمان. تمام، هي الأنواع في الاتنين واحدة. في حول اسمه الحول الوحشي، حول وحشي يعني العين واحدة مركزة والتانية خارجة لبره. يعني ايه وحشي؟ يعني تباعد الوحشة او البعد بين العينتين. تمام، الحول الانسي العين المركزة اهي، والعين التانية متجهة ناحية العين الاولى. في صور، يعني في لو حضرتك تنزلها لنا على الشاشة صور للدكتور. تمام. يعني في انس بين العينتين، وفي الحول الراسي العين بتبقى طالعه لفوق او نازله لتحت، وفي الحول الدائري. هو في يعني الاثنين عين. دي صور العمليات هنتكلم عنها. تمام، دي كانت عيانه، دي صوره قبل العمليه، ودي الحمد لله النتائج بعد العمليه ممتازه جدا. دي الانسي ده. تمام. هنتكلم عن ايه الانواع اللي هي العملية فيها حتمية. تمام. أسباب الحول برضو هنقول إن في أسباب حول، في أسباب أولية، يعني الحول ملوش سبب محدد. تمام، وده أغلب علاجاته بتبقى العملية. ما نستغربش لما
ام يبقى عندها طفل عمره اقل من 6 شهور عنده حول انثي بنسميه خلقي اتولد بيه ملوش سبب معين، والام تستغرب جدا ازاي هنعمل عمليه في عمر 6 شهور واقل من 6 شهور. هي هنا بتبقى خلاص العمليه حتميه، لان العمر اللي اقل من 6 شهور ده بيتكون فيه النظر، بيتكون فيه استخدام الاتنين عين مع بعض عشان اشوف بعد كده صوره مجسمه، فده عمر مهم جدا. وبحترم جدا الامهات الاذكياء اللي تيجي في العمر اللي هو الطفل مش شايف يا دكتوره، الطفل العين بتحود. تمام. وفي انواع سنويه يعني ليها اسباب، وعلى حسب الاسباب بتكون العلاج سواء كان وحشي او انثي. عشان برضو نفهم ايه الاسباب، نفهم برضو العين بتشتغل ازاي مع المخ. العين بتستقبل صوره، وعن طريق العضلات اللي جوه العين، العين بتتحرك معايا في استقبال الصوره، الاعصاب بتوصل الصوره للمخ. يبقى انا عندي العين، النظر، العضلات، الاعصاب، المخ. اي حاجه في الاربع مسببات دول ممكن تعمل لي حول وحشي او حول انثي، وعلى هذا الاساس او راسي كمان او دائري، وعلى هذا الاساس بوصل للعلاج. تمام. لو قلنا مثلا النظر، يعني قصر النظر بيعمل حول وحشي، بعد النظر او طول النظر بيعمل حول انثي، والنوع ده مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، لانه النوع الحول الانثي في الاطفال اللي نتيجته طول النظر ده بنستخدم اوليا ومبدئيا النظاره. تمام. هنتكلم يعني بعد كده عن الايه العلاجات. لو في مشكله كمان في العضلات سواء كانت في الاطفال او في الكبار، في امراض في الاطفال وفي في الكبار خبطه، او الاعصاب، الاعصاب في امراض في الاعصاب في الاطفال او في الكبار، برضو مريض السكر ممكن فجاه يشتكي من ازدواجيه الرؤيه والتهاب العصب والعين حوده، او المخ لا قدر الله، برضو سواء هنا في الاطفال او في الكبار. اهم حاجه ان انا كطبيب ابحث عن السبب عشان اعالج صح. بالظبط بالظبط. لازم بيبقى معايا مهم قوي صوره قديمه سواء طفل او كبير، ابقى عارفه الانست اللي احنا بنقول عليه بدايه الحول ظهرت منذ الولاده، لو طفل صغير ظهرت بعد سخونيه، ظهرت بعد خبطه، في الكبير برضو ظهر اتخبط بيتعالج من مرض معين. لازم انا بحتفظ بصور العينين القديمه، بحب قوي احتفظ بصور عيني عشان ابقى عارفه الانست بتاع المرض ده ظهر امتى، لان ده مهم جدا بالنسبه لي في العلاج. ده حقيقه اللي بيفرق بين طبيب وطبيب، في طبيب محقق وطبيب الموضوع مش فارق معاه، كل علاجات واحد. وطبيب الشاطر أكيد. عاده اللي بيحاول يدور على السبب صح عشان يبدا العلاج صح. انا عايزه يعني احكي ان جالي في العياده شاب حوالي مثلا حاجه 20 سنه، يعني لف كتير جدا وتقريبا كل شهرين بيغير نظاره، ومعروف عننا عندنا في طب العيون ان بيغير نظاره كتير ده يبقى انا هتجه ناحيه القرنيه المخروطيه وبدايتها والكلام ده. والولد ما كانش كده خالص، هو مش مرتاح في النظاره مع الحول، بس هو مش بيحكي ان دي مشكلته الاساسيه، هو دايما مريض الحول، يعني بيحاول يقول اي شكوى غير تانية غير ان انا عندي بتاعته. حول، غير ان انا شكلي فيه حول، غير ان الناس بتقول لي ان انا عيني بتحوت. فده اللي هو الكاتش بقى، ان هي دي مشكلتك الاساسيه. العيان قال لي اه يا دكتور انا فعلا كشفت كتير ومحدش قال لي دي مشكلتي الاساسيه، والعيان عارف ان هو عنده حول يعني مش ظاهر، وعشان كده يمكن يعني الزملاء قبل كده ما لاحظوهوش، لكن هي دي مشكلته الاساسيه. تمام. ده بيشدني سؤال برضه، هو هل كل العلاجات جراحة؟ أو بمعنى أصح، في ناس كتير خايفة، إن فاكرين إن مشكلته علاجها جراحي وهو خايف يقدم على العملية، يعني مشكلته كلها هو عايش كده، عايش بالمنظر ده، مستحمل تنمر المجتمع أو نظرة المجتمع ليه، خوفا من هو يروح للبديل وهي الجراحة. هل كل علاجات الحول جراحة؟ هو طبعا مش كل علاجات الحول جراحة، ولكن يعني إحنا هنقسمها كده، إن في حالات من الحول الجراحة فيها حتمية ولا بد. تمام. وفي حالات بتبقى ممتازة وهايلة جدا بالنضارة. ما بين ذلك وذلك أنا إيه بظبط الحالات، بمعنى اللي هو في عيان أبتدي معاه بالنضارة لحد نتيجة معينة وبعدين هنلجأ للعملية، وفي عيان قراري من الأول في عملية ولكن أنا مأجلة العملية لحد مرحلة معينة. يعني هشرح لك مثلا العيان اللي هو هيتحسن جدا بالنضاره، زي ما احنا قلنا الاطفال اللي فيهم حول انثي نتيجه طول النظر، بلاقي الامهات اعملي لي عمليه يا دكتوره او يوم ويعدي وخلاص، ولكن الطفل ده علاجه مش العمليه، يعني هو العمليه مش بديل للنضاره في النوع ده من الحول.
بتلاقي بعد ما لبس النضاره العين اللي كانت داخله لجوه دي بقت ممتازه جدا، الاتنين باصين قدام بعض، والولد يعني كويس. الطفل 6 6 بالاتنين العين بكشف الكمبيوتر قبل وبعد بالتكرار كذا مرة، ده مش هيصلحه نظارة لأنه هو ما عندوش مشكلة في النظر أساسا، ده علاجه عملية. في أطفال برضو بيبقى أنا علاجي فيهم عملية ولكن أنا مأجلة لوجود كسل في العين، طب ليه أنا عايزة أعالج الكسل قبل عملية الحول؟ يعني ايه كسل اصلا؟ احنا عايزين كسل، نعرف ايه الفرق بين كسل ده كسل والحول. بيحصل نتيجة إن الطفل العين فيها مش شايف كويس، مش عايز يلبس نظارة، او هو ما بيشتكيش، او اهله مش عايزين يلبس نظارة، هو اهمل لبس النظارة لاي سبب من الاسباب، فضل عايش كده. المخ بدأ يستقبل الصورة من عين كويسة شايفة كويس والعين التانية مش شايفة كويس، فالمخ حابب الصورة الواضحة اللي ليها ابعاد الكالرز بتاعتها والالوان بتاعتها كويسة وساب التانية تماما. نبدأ نلاقي ان العين دي ابتدت تحوت. وعايزة أقول حاجة في موضوع الحول، الحول اللي هو الطفل اللي بتلاقيه العين خارجة خالص لبره كده أو داخلة لجوه أيا كان النوع، قبل ما كان يبقى بالشكل ده كان بيظهر بصورة متقطعة، بمعنى الطفل كان بيسرح العين تحود، يبقى تعبان أو سخن العين تحود، تمام؟ كأني بقول كأني العين بتقول إنذار للأب والأم، لو سمحتوا ودوني عند طبيب عيون، تمام. لان احنا بنقول الحول قبل ما يبقى ثابت هو كان متقطع على فترات طويلة وبرضه سيبناه لحد ما بقى حول ثابت، تمام؟ تمام. تمام. ليه انا برجع لنقطة الكسل؟ الكسل لما بعالجه قبل العملية بتبقى نتائج العملية ممتازة، كمان انا بقلل زاوية الحول اللي انا بشتغل عليها، بدل ما اشتغل مثلا على زاوية يعني نقول سي 70 80، ممكن اشتغل على زاوية 30 40، فدي يعني دي حاجة لينا ممتازة، بقلل العضلات اللي أنا بشتغل عليها في العين ودي برضو حاجة ممتازة. يبقى احنا قلنا الكسل إن أنا أهمل لبس النظارة في طفل صغير في سن هو لسه بيبني نظره. دي رسالة للأبهات والأمهات، يعني يا ريت ناخد بالنا من القصة دي، ما نسيبش آه الطفل طبعا كده فترة طويلة. طبعا، أنا بحترم جدا يعني في أمهات بتجيب لي أطفال في أعمار يعني امهات اذكياء جدا جدا، انا بحترم جدا يعني برفع لها القبعه في العياده، بتلاحظ الطفل يعني فعلا شايف ولا مش شايف، عينه مركزه معاها ولا عينه مش مركزه معاها، العين اوقات بتحود ولا على طول العين بصلها كده وهي بتكلمها، فطبعا ده يعني. وبرده زياره طبيب العيون ايرلي يعني هنقول مبكرا في اطفال معينه، الطفل دخل حضانه، الطفل اول ما تلاحظي عليه ان في عينه يعني لون، ممكن نقول في النني الاسود ده لون ابيض، او حركه عينه غريبه، او في اهله في امراض منتشره ومتوارثه في العيله للعيون، طبعا ده لازم يزور طبيب العيون حتى من غير ما يشتكي. في سؤال بيفرض نفسه، هل الليزك اوبشن من علاجات الحول ولا هو مش اوبشن يعني مطروح؟ السؤال ده مهم جدا، ويعني يعني انا مبسوطه جدا ان حضرتك سالت. هو هنقول انا ليه بقول الليزك والحول، هنقول هل ان انا اعمل تصحيح ابصار في الاطفال الصغيره ده ينفع ولا ده ما ينفعش؟ ما ينفعش تماما تماما تماما،
ليه بقى دي حاجه دي مهمه جريمة دلوقتي؟ طبعا طبعا، وعايزه اقول انها موجوده وبتتعمل، للأسف. وبقينا نشوف يعني بنقول مثلا من كام سنه فاتوا ما كانش في ابدا طفل تلاقي عامل عمليه ليزك، دلوقتي اطفال 13 و14 و15 سنه. يعني والله كنت لسه عندي واحده العياده قريب 15 سنه وعامله عمليه ليزك، وهم من يعني الصعيد شويه، والبنت لازم ما تلبس نظاره والكلام ده، البنت جايه القرنيه بتاعتها ضعيفه جدا ضعيفه جدا، ما تستحملش اي عمليات تانية لما تكبر. تمام. فاوبشن ان انا اعمل ليزك في طفل تمام، سواء استخدمه بقى بعد كده في علاج الحول او لا، حاله واحده بس، تمام. حاجه اسمها الانايزوميتروبيا يعني. ومش كل الجراحين برضو بيعملوا الليزك في الانايزوميتروبيا، ولكن هو اوبشن موجود تمام. اني انا يعني ايه انايزومتروبيا؟ عين شايفه كويس والعين التانية النظر فرق شاسع بين بين العينتين. العينتين، تمام. في الحاله دي بتعمل الليزك في العين الضعيفه فقط علشان الطفل يبقى نظر الاتنين قريبين من بعض، يبدأ يشوف فيما فرق عدا بالظبط. الحاله دي ممنوع ممنوع ليزك في تمام. الاطفال. ايه الجديد في علاج الليزك في سريعا كده؟ في علاج علاج الحول الحول. سريع. زي ما كنا احنا نعرض، معلش، الصور قبل وبعد عايزين مهمة. نعرض صور قبل الصور وبعد. قبل وبعد. نعرضهم تاني، معلش، الصور قبل وبعد. ماشي، هنفضل بعد. هنقول طبعا الحول يعني العمليات دلوقتي، هو انا عايزه بس اقول مفهوم ده ان ما شاء الله ابداع يعني. الصورة الصورة يعني ربنا يكرمك، العينه دي يعني انا عايزه اقول لك يعني تصل بالتليفون تشكرني، انا بس احب الفرق اسمع واضح جدا. من العين تسلم كلمه ايدك، شكر يا دكتوره تسلم ايدك. يعني، الله يسلم. ودي وبنوتة برضو جميلة. بنوته في عندها الحول اكيد الحياة الانسي. اتغيرت برضو بالنسبة لها. طبعا انا عايزه اقول ان الاطفال سواء والكبار بيتعرضوا في المجتمع يعني لكميه تنمر رهيبه، مش على احنا قلنا الحول حتى بس في السينما لما يعني. بتتناول موضوع الحول بتتناوله بموضوع التنمر يعني للأسف. وكمان للنظاره كمان يعني، النظاره كمان في تنمر يعني. وانا بقعد في العياده يعني عايزه بس اوجه رساله للامهات والابهات ان احنا نقول لاولادنا بلاش تنمر على بعض. انا بقعد في العياده اعالج الطفل والكبير نفسيا زائد النظاره زائد الحول يعني، ده طبعا بنشوفه عندنا في العياده كتير يعني. ودي وظيفة الطبيب الإنسان قبل ما يكون جراح. الله يكرمك، شكرا دكتور. حقيقة يعني نورتينا ونورت دماغنا بالنسبة لموضوع الحول. موضوع الحول عايز حلقات تانية كتير، بس صراحة يعني نص ساعة تقريبا لخصت كل التساؤلات اللي في دماغنا. على وعد إن شاء الله حلقة جديدة مع دكتورة مروة، حلقة جديدة من برنامج أنت الطبيبة. نورتونا على مدار الساعة، شكرا لك، شكرا لك ونشوفكم يا على دكتور، خير دايما يا رب. شكرا. شكرا.